نبى باشا الله يخليك ما تريحش لورا عشان انا وراك. تخافش يا عم، بقول لك ايه؟ ايه؟ تضمن اللي اسمه زغلول الجريمه ده؟ ايه اللي ضامنه؟ ده عيل لبش من زمان وانا وهو مدرسه واحده. طب لعلمك بقى الشقه اللي احنا داخلينها دي مقلشين فلوسها ساو، بس هو اللي تاب وطالع النهارده في البرنامج. قبل ما انسى نبى باشا، يعني شكلك هيئتك طريقتك مش هياكل مع ناس الصيع اللي جوه دول، انا اكل معاهم، فما تكترش في الكلام عشان ما تتفقس وتتقرقع زي العسليه. انا عذرك يا جميل لان انت ما شفتش الوش التاني لوسيم السريتي. اوعى تكون يالا فاكرني عيل فرفور يالا متربي في جاردن سيتي. لا انا اصلا من المعادي. من ام المعادي؟ من شارع 17. ده انضف شارع في المعادي. اللي قدامك ده يتغف كان بيروح المدرسه من غير اللانش بوكس بتاعه. ماتش بوكس ايه ونيله ايه؟ ماتش بوكس ايه ونيله ايه يا سعاده البيه؟ ده احنا داخلين على اهوال. قول لي يا بابا ماتش بوكس. ارننه صح؟ ارننه طبعا من غير ما تسال. خش بجد؟ خش اجباري. حاضر. خش اجباري لانه ما دخلتش هيلقطك على طول. سلام يا ارننه بقى. سلام. هو مين فتح لنا ده يا جميل؟ ده أرننة آخر العنقود، سكر معقود، نورت العيلة، فاكهة العيلة. ده فاكهة العيلة؟ بقول لك إيه، أنا هموت من الرعب مش قادر، ما تيجي نمشي. أنا من المعادي قلت لك من المعادي. نمشي سيرة المعادي على لسانك هنا، اسمها المعدية. يما جميل حرامي البط عندنا. يا أرننة أرننة حرامي بط إيه؟ اسمها اللي كان بيزغط البط. الله يكسفك. حرامي بط يا جميل؟ اقسم بالله من النهارده معامله تانية. دي كانت مرحله وخلصت، زوبعها في فنجان وراحت لحالها. انا لو قلت لك على تاريخ الحقيقي هتعملها على روحك. ومن غير ما تحكي لي يا جميل انا كده كده هعملها على روحي. استنوا اخويا غلوب بيصلي كام الليل وجاي لكم. تقبل الله، تقبل الله منك ومنه، يعني مننا كلنا يعني. ربنا يهديك، يهديك يا ارننه. قيام الليل. هي الساعه كام دلوقتي؟ واحده الظهر. يجوز، يجوز برضه واحده الظهر يجوز. ربنا بيتقبل في اي وقت ما انت عارف. ايه ده؟ جميلة عندنا؟ يا دي النور يا دي النور. ايه يا تاهي؟ اقسم بالله وحشني يا جيمي. عامل ايه؟ من غير ما تقسم. ايه الاخبار؟ الايه دي؟ مفيش يا سيدي، دي جثة كنت مزنوق فيها بقالي يومين لعيال طلبة في كلية طب. فجبت لهم جثة مدير فندق الساحة. متوفي بقاله يومين والله يا جيمي. طازة يعني؟ بلحمها ودمها. ايدك معايا الفاحة على كتفك، خش اشرحها وفرحها. اوي اوي. شريف الزناتي. الله يرحمك يا شريف. خفيف شريف. مع السلامة يا شريف. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا زغلالة. أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا. ازيك يا جميل؟ الحمد لله. الواد ناصر النضور جه قال لي يا جميل إن أنت عايزني أنت وزميلك أبو بدلة خضرة. هو زميلي اللي لابس أخضر عايزك أكتر. لا أنا مش زميله على فكرة. انت عبيط ولا ايه يا زغلول؟ ايه؟ عبيط ايه؟ في حد قال انت هو؟ انا اسف، انا بس انا يعني فقدت اعصابي البرهة كده، يعني حالة بتجيلي دايما كده. انا اسف، مفيش حاجة، اسف. خلاص يا ارننة ادخل انت. احنا الحقيقة معلم زغلول يعني جايين وطالبين منك طلب كده، يعني لو تتكرم واطلع معاك في البرنامج بتاع الاستاذ شريف عامر. تطلعوا معايا؟ تطلعوا معايا بمناسبة ايه؟ مش انا هو اللي عايز يطلع. يعني بصفة ان انا مثلا ان انت تبت على ايدي مثلا. اكدب يعني؟ عايزين اكدب؟ ايوه الموضوع مش يابا هات الانبوبه من عندك، انا اتضايقت خلاص. انا مش مستحمله انبوبه زغلاله، صلي على النبي. لا خلاص اتفضلوا بره. يا سيدي انا اسف، خلاص اسف، ما تكبرهاش كده يعني. انا فعلا بفقد اعصابي كده ساعات، حاله بتجيلي بقول لك دايما يعني. يعني طب اطلع يعني كان انا تبت على ايدك مثلا. كده منفوقة بقى. سامحني يا أخ برسيم، أسأت الظن بيك. برسيم؟ يعني يعني أنا فيها برسيم وسيم الاتنين بيلبسوا أخضر. هو ليه حق يتلخبط بصراحة جدا يعني. برسيم يا سيدي ماشي، مقبولة منك يعني، طالعة منك زي الفل. ها قلت إيه، هنطلع ولا إيه؟ حس كده بقى. ميعادنا إن شاء الله، إن شاء الله بدون مقاطعة، في برنامج الأخ شريف بكرة الساعة 8. إيه ده؟ هو حضرتك مش طالع مع أستاذ شريف النهاردة؟ معادي بكرة معاه، ما تنسوش تبقوا تجيبوا خمسة أهيف عشان تطلعوا معايا.
نحيات يا جميل. لو النبي لو النبي امسك نفسك ابوس ايدك ما تعيطش هنا، لو عيطت هنا هيعرفوا اللي احنا بلانين وينتنفخ. اه والله طيب المعديه ما انت عارف. اسكت انت بتعيط ولا ايه؟ لا لا دي دموع الفرح.